Again, ليان شاكر. ليان شاكر, what's the title of unit 6? Jump. Jump. Excellent. Thank you, ليان. So we are in unit 6 and we are talking about jump. Let's now look at this picture. نطلع على هاي الصورة and try to say the moves. نحكي الكلمات اللي أخذناهم والحركات اللي أخذناهم في unit 6 اللي هي jump. راح أعمل لكم مشاركة هلأ. أوكي حلوين. مفروض تظهر عندكم هلأ صورة. ظهرت عندكم صورة هلأ يا حلوين؟ Yes. Thank you. يلا. من هاي الصورة الحلوة اللي طالعة عندكم هلأ بدي منكم تحكوا لي What can you see? What moves? Moves يعني حركات. What moves students are doing here? الطلاب قاعدين بيعملوها. يلا عشان نتذكر الكلمات. نختار. يلا يا محمد هدال. Good morning. يلا محمد. صباح الخير سمعتكم جميعا. Excellent محمد هدال. Thank you. Hub. في عنا هوب. Thank you. كمان نختار سوزان. سوزان محمد صبحي. يلا. اللي هي ألاء. Up in your hand. Excellent. في عنا open your hand. Excellent. Thank you, ألاء. One word. Thank you. نختار. اختار كمان زكي. يلا يا زكي. بدي اختار كل رافعين ايديهم. يلا. زكي يلا طيب نشوف مهدي. مهدي open the mic. افتح المايك يا مهدي. يلا jump. excellent. thank you مهدي. فرح ضياء. فرح ضياء. stand up. Excellent. في عندي stand up. Thank you. إلياس أسيد. إلياس ما سمعتك حبيبي مرة ثانية. Again. Clap. Thank you. Excellent. مين اللي قاعد بيعمل كلاب يا إلياس؟ Teacher. Teacher. Thank you. Thank you very much. Thank you إلياس. فيك تسكر المايك. أحمد بهاء يلا what can you see؟ شو شايف كمان moves حركات أحمد بهاء؟ sit down. sit down. excellent. thank you very much. نروح على أليس يوسف. أنا. هينا ماشيين في الدور حبيبتي. يلا أليس يوسف. close your hand. open your hand. طب شو عكس؟ close your hand. thank you very much. excellent. open your hand. نطلع على هاي الصورة هون في اثنين بيحكوا مع بعض. ميس حمدي. نعم. ميس حمدي. نعم. يس احكي لي what can you see حبيبتي شو شايفة في الصورة. open your hand. open your hand. طب في واحد واقف عند الويندو عند الشباك شو بعمل في الشباك قاعد عند الويندو شو بيعمل؟ open ولا close the window؟ open هلأ بدنا نروح ونشوفهم مرة ثانية ونتأكد منهم. أوكي يلا نتذكر الكلمات مع بعض ونشوف عنا هون. Open. Thank you. نشوف اللي وراها. Close. Thank you. خليني أنا أنادي أحسن. Thank you. Close. يلا. رؤى. طيب رؤى. رؤى حسين افتح المايك يا رؤى.
Jump. Jump. Thank you, Rua. Very nice. Okay. Lujaini Muhammad. Lujaini Muhammad. What's this? Hub. Hub. Thank you, Lujain. Yalla. Ya Yazan. Yazan. Clap. 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 Thank you, Yazan. Thank you. شوف وطن. وطن الحلوة. What's this? Stand up. Stand up. اوكي نشوف هلا كمان في عنا جواب بس انا مهدي انا sit down sit down thank you مهدي thank you اوكي نشوف اللي وراها كمان اخذنا المبارح كمان هدول الكلمتين الجداد نشوف محمد ناصر محمد ناصر افتح المايك مش انا محمد ناصر مش انا مش انا طيب عمار مش انا لا عمار عمار مازن واتس ذس عمار مش انا come here come here excellent عمار very nice thank you نشوف اللي وراها هلا مش انا يا بليز انا هيني بختار الجميع نحاول شو اسمه نلتزم بالدور يلا يا حلوين نشوف هلا تسبيح نسمع تسبيح الحلوه جواب تسبيح نعم واتس ذس تسبيح جو 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 كمليها Go, guys. Go there. Go. Go there. Go there. There. Thank you, Tasbih. Go there. Very good. And what's this? Yeah, Juri. Juri. مش أنا أنا أنا. Juri, Juri. Let's listen from Juri. Touch. Touch. Thank you, Juri. Touch. Very good. Okay. هيك هدول الكلمات يا حلوين اللي أخذناهم بالحصص الماضية اليوم ضايل علينا نتعلم آخر إشي أوكي؟ هلأ كل اللي أخذناهم هدول الموفز الحركات كنت أنت تعملهم أنا بطلب منك أنك أنت تعملهم المرة هاي بنتعلم كيف أنا بدي أطلب منك أنك ما تعمل هذا الإشي نو ما بدي إياك تعمل لي نو أوكي؟ شوفوا شو الكلمة اللي بدي أستخدمها اليوم عشان أحكي لك أنك أنت نو don't do this ما تعمل هذا الإشي نستخدم كلمة اسمها don't don't da da don't هاي حرف D capital اللي أخذناه أوكي هاي don't da da don't don't معناها no يعني لا يعني أنا ما بدي منك مثلا تمسك راسك don't touch your head بحكي لك don't أوكي أو مثلا don't go there ما تروح هناك أنا ما بدي إياك تروح هناك إذا كلمة don't بستخدمها عشان أطلب منك إنك ما تعمل هذا الإشي نو no. نو no, ما بدي إياك تعمل لي أوكي تعال نشوف هدول الجملتين الحلوات أوكي بعدين أنت بدك تعطيني جملة من عندك تعال نشوف في عندي two picture هاي الصورة الأولى طلعوا على البيبي الصغير بدي يطلع برا البيت أنا ما بدي إياه يطلع أوكي فشو بدي أحكي له طلع شو بدي أحكي له don't open the door. Don't open the door. بدي أطلب منه don't open the door. ما تطلع برا ما تفتح الباب. أوكي؟ شوفوا وين حطيتها كلمة don't حطيتها أول إشي. إحنا تعلمنا كلمة open the door. هلا ما بدي إياك تفتح الباب بحكي لك don't open the door. أوكي؟ بنحطها أول إشي. Don't open the door. طيب نتطلع على الصورة الثانية هاي الصورة الثانية اللي احنا هلأ بنعيش فيها بنلبس كمامات وبنلبس بنحط معقمات ولازم ما نلمس وجهنا صح؟ عشان بيكون في عليه جيرمز بيكون في عليه جراثيم فأنا بدي أطلب منك إنك أنت ما تلمس وجهك أوكي؟ فشو بحكي لك بالإنجليزي؟ ببلش بكلمة don't touch your face
don't touch your face. أخذنا كلمة touch your face يعني المس وجهك. هلا أنا ما بدي إياك تلمس وجهك. No. حاطط علامة X، شايفينها علامة الإكس هذه ما بدي إياها. هذه معناها don't. شو معناها don't؟ بدي أسمع من فرح ضياء كلمة don't. سمعي لي كلمة don't. don't. very good. سمعيني يا فارس. فارس سمعني don't. يلا يا فارس وين دونت؟ فارس مش معانا، فارس نايم. يلا يا أنا. يس يلا احكي لي دونت. دونت. very good. زكي احكي لي دونت. أنا دونت. أنا أنا. يس يلا سمعوني نسمع بصوت واحد مع بعض. دونت 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 دونت. Don't. Thank you. هيك سمعنا كلمة don't. هلا بدي منك هيك على السريع شو رأيكم نحطها في جملة من عندكم. إحنا أخذنا كتير حركات. أوكي؟ مثل حركة jump, hop. بدي منك تحط لي كلمة don't بعدين الحركة اللي بدك إياها. بليز أنا بختار. ثواني. ثواني نختار مع بعض. يلا بدنا نختار. نختار نبال. نبال نبال حلوة نبال افتح المايك يا نبال بس نبال تفتح المايك يلا نبال اعطيني الجملة يا نبال التليفون كان معلق اتس اوكي اوكي فارس مش مشكلة بدي اسمع هلا بس نبال نبال افتح المايك لو سمحتي يلا حطي كلمة don't في جملة من عندك اختاري أي حركة بدك إياها وحطي قبليها don't قدام يلا يا نبو نبال يلا يا نبال sit down stand up stand up حطي قبليها أنك أنت ما بدك يعني أقعد شو بتحكي لي don't stand up طيب انت ما بدك اياني اقعد انت بتحكي لي ستاند اب وقفي صح قف ستاند اب قف انت ما بدك اياني اوقف ما بدك اياني اوقف بدك تحكي لا تقفي نو no. شو بنستخدم نحكي كلمه دونت ستاند اب عديها دونت ستاند اب ثانك يو نبال ثانك يو روح على محمد نضال محمد نضال افتح المايك لو سمحت دونت كلاب Excellent. Don't clap. شو يعني don't clap يا محمد؟ ما تزكيش. Excellent. Thank you. Thank you محمد نضال. نشوف. يلا سمعيني ليان شاكر يلا. Don't jump. مش أنا. Excellent. Don't jump. شو يعني don't jump يا ليان؟ مش أنا مريم. ما تنطش. Excellent. Thank you. Thank you very much. محمد بلال. يلا محمد بلال. محمد بلال نسمع. Don't hop. Again. عيد لي إياها again. Don't hop. Don't hop. Excellent. زكي. إحنا إبراهيم ما جاوبنا. يلا شوي. يلا يا زكي. Don't open the window. Excellent. Don't open the window. Thank you. Miss يلا ماري نسمع ماريا وإبراهيم. يلا ماريا وإبراهيم. Don't close. Don't close. ما تسكر. شو ما نسكر؟ كملي جملتك. Okay. Thank you. Okay. بكفي لهون. Thank you very much. إذا اليوم أنا أهم إشي عندي كان أتعلم كلمة don't يعني لا don't. هلا I want to from you please yes مش أنا enough بنكمل كمان شوي هلا بدي منكم تروحوا على البوك your English box please روح على كتابنا الإنجليش لو سمحتوا سريعا يلا شوف من أسرع أنا ولا أنتوا يلا هاي الإنجليش بوك كتابنا اللغة الإنجليزية سريعا yes on page
38 يلا يا حلوين 38 رحنا على 38 جميعنا yes. يلا اوكي very good very yes. good يلا سريعا بدنا نطلع على picture number one الصورة الأولى في عنا الفاميلي الفاميلي الحلوة مين فيها هاي الفاميلي يا نشوف محمد نضال سكر المايك محمد نضال واللي فاتح الكاميرا سكرها يا حلوين الله يسعدكم كريم كريم الحلو ما سمعت صوتك اليوم يلا يا كريم كريم محمد عودة يلا عندنا هاي الفاميلي العيلة مين في هاي العيلة ناس احكي لي اسمائهم اذا بتعرف تالا تالا ومين كمان جنب هذا البرادر سلوى سامي سامي وبيبي زايد هيت اندر ذا تيبل تحت الطاوله بيبي زايد وعندنا المام والداد وسيستر جميله اوكي هون المام شو بتحكي لهم لاولادها شو بتحكي لهم شو بتحكي لهم يا كريم تقعدوا كلوا بالانجليزي شو بتحكي لهم هيا مكتوبه عندكم go 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 there please go excellent go there please go there please very good very good thank you هلا بنروح على question number 2 السؤال الثاني سريعا okay you are going to listen بدنا نسمع حطينا هنا four pictures اربع صور كل صورة بدي في منها واحدة بعملها وفي واحدة ما بدي أعملها اللي حاطين عليها إكس شايفين الإكس يعني الخطأ هاي الكروس هذه ما بدي أعملها شو بدي أستخدم لها أي كلمة تعلمتها اليوم كلمة دون بس صوتك طيب هلأ بعلي أوكي هلأ بدي منكم تنتبهوا كتير منيح تفهموا هذا السؤال بدنا نركز إنه العلامة إكس يعني دونت الغلط يعني دونت ماشي الغلط يعني don't والصح يعني بدي أعمله فخلينا مع بعض listen نسمع لهدول الجمل الحلوات okay just listen بس نسمع يلا ready جاهزين okay يلا Track 62, Unit 6, Period 5, Activity 2. Listen and say. Don't go there. Come here. Don't stand up. Sit down. Don't sit under the table. Sit on the chair. Don't clap. Be quiet. Okay, الجميع سمع؟ في حدا ما سمع يا حلوين؟ أنا سمعت. Very good. وأنا. Very أنا سمعت. Excellent. ولو. مين بيقدر يحكي لي شو في أشياء سمعتوها من هون؟ وأنا سمعت. Very good. شطورين. يلا. Number one, لو رحنا على number one. Sit down. Number one, مش sit down. شو بتقول له؟ Come here. Go there. I'm here. Be quiet. Go there. Be quiet. بس صرنا نحكي. احنا ما تعلمنا نحكي مع بعض، صح ولا لا؟ تعلمنا المستختار. فبليز don't talk. Please raise up your hand. ارفع ايدك وانا بختار. لو سمحتوا. اوكي؟ راح نختار أليس يوسف نمبر 1 أليس افتح المايك كولر اوكي نمبر 1 شو قالت له التيتشر لسامي كولر مين يساعد go there صح
بس في عندك علامة X، معناته لازم ما يروح هناك. شو لازم تحكي له بالأول؟ Don't go there. Don't go there. Excellent, Alice. Don't go there. Thank you. أما الصورة اللي جنبها عكسها، مش محطوط X، محطوط صح، إنه لازم نعملها. طيب شو هو الإشي اللي لازم نعمله يا لجين محمد؟ لجين محمد. Come here. Come here. Excellent, Lujain. Thank you very much. Okay? Thank you. Okay, لهون بكفي، بكفي واحدة. نروح هلا على البيج 39، الصفحة اللي جنبها. الصفحة اللي جنبها يا حلوين. Okay؟ الصفحة اللي جنبها فيها two questions، فيها سؤالين. السؤال الأول رح أحله معاكم هلا، و question number two رح يكون homework، واجب عليك، عشان بده منك كتابة. تمام؟ شو السؤال الثاني بحكي لك؟ write، في عنا كلمات في الصندوق وصور تحتيها، مطلوب منك تدور على الكلمة اللي بتناسب الصورة. أوكي؟ وننتبه على علامة الإكس، إذا في عندي إكس عندي أستخدم كلمة don't، أما إذا عندي صح ما بدي أستخدم كلمة don't. هذا السؤال الثاني رح يكون واجب عليكم يا حلوين. هلأ أنا وياكم رح نروح على question number one، مطلوب مني كمان write و say. okay. مطلوب مني أقرأ الكلمات اللي موجودة عندي هان. في عندي 6 words، 6 كلمات، وفي عندنا 6 pictures، 6 صور. أوكي يا حلوين، بدنا نكتب write number letter، الحرف اللي بيعبر عن كل صورة في البوكس في الصندوق. يعني number one مكتوب عندي كلمة hub. hub أنو صورة من هدول الصور بتعبر لي عن hub؟ A B C D E ولا F؟ هو جواب لي إياها وحطها لي E. هاي صح، كتب لي E وهو E. Very good. ماريا، ماريا يلا عملي لي number two يا ماريا. يلا read number two يا ماريا. Don't jump. Excellent. Don't jump. شو يعني don't jump ماريا؟ Jump اقفز. وdon't؟ ممنوع. ممنوع أو لا. Very good. أنو صورة من هذول الصور اللي هانا بتعبر لك عن don't jump، إنه لا تقفز؟ صورة بي. Very good. فأنا وياكم شو بدنا نعمل هلأ يا حلوين؟ نشطب على حرف البي ونكتبه في الصندوق عند كلمة don't jump. يلا يلا يا حلوين سريعا. Thank you ماريا. ماريا فيك تسكري هلأ المايك تبعك، وبليز اللي فاتح الكاميرا يسكلها يا رسيل. نروح على مس وانا كلاب. لا في ناس ما جاوبت، اسمع صوتها. بدي اسمع غالية. غالية ما سمعت صوت غالية. مس انا جاوبنا احنا. غالية مس انا كلاب. ثانك يو غالية. غالية انو صورة بتعبر لنا عن كلاب؟ بس غالية تفتح المايك. يلا يا غالية ارجعي افتحي مرة ثانية حبيبتي. غالية ارجع افتح المايك. يلا كلاب. كلاب شطورة. very good. انو صورة من الصورة اللي عندك بتعبر لك عن كلاب؟ شو اللتر؟ اي لتر جنبها يا غالية؟ ك. A. very good. A. excellent غالية. فبنشطب حرف الـ A وبنكتبه في الصندوق الجنب كلمة club. يلا يا حلوة. Thank you very much غالية. Thank you. فيك تسكر المايك هلأ يا غالية. ميس أنا بدي أسمع آلاء زهدي. ما سمعت آلاء زهدي. يلا. ميس أنا إبراهيم. أوكي إبراهيم شوي بس. يلا آلاء زهدي. آلاء زهدي. مامي again عدي لي يا حبيبتي شوي شوي. don't open لا يا ألاء. number four. أنا number four يا ألاء. مش أنا. لا ألاء بتعرف الصورة. don't come. Don't
Thank you. Don't come here. شو يعني don't come here يا ألاء؟ أنت open. When it open يعني تعالي. Okay. Come here معناها تعالي. صح يا ألاء. Come here معناها تعالي. لكن أنا بقولك don't come here. شو يعني don't come here؟ افتح المايك يا ألاء. تعالي. كم هي تعالي كم هي تعالي بس انا بقولك don't come here don't يعني no مس انا يعني ما تيجي يعني ما تيجي يا عيني عليك شاطره انو صوره يا الاء من الصوره اللي عندنا تقولك don't come here ما تيجي هان شو الحرف اللي بعبر عنها egg عدي لي اياه egg ما في عندنا حرف egg تركزي منيح سي أيوة حرف السي لصوتك كا very good يلا اشطبي حرف السي واكتبي لي يا جم don't come here thank you بس ألا. أنا ما جاوبت لا يعني بس أنا بس أنا بس أنا اللي بضل يحكي لي أنا بدي أزعل منه أنا بدي أختار لياني محمد يلا لياني محمد don't لا استنى لسه ما وصلناش نمبر 6 انا نمبر 5 open excellent open شلي دونت كلوز لحالة open thank you شو معناها open انو صوره يا ليان بتعبر لك عن الاوبن افتحي المايك يا ليان واحكي لي حبيبتي دي D, excellent, very good. Thank you, Layan. Excellent, thank you. نشطب حرف D ونكتب جنب كلمة open. Thank you, Layan. كريم خليني أقول don't close. أنت يا كريم. يلا يا كريم قلت لي إياها يلا. شو عندنا number 6? كريم don't close. Thank you. أنو صورة بتعبر لك عن don't close? Don't. كريم اي حرف ثانك يو كريم ثانك يو فيري ماتش ثانك يو فيري ماتش اذا انا عندي هون يا حلوين ذا لاست وان اخر وحده اللي هي دونت كلوز يعني ما تسكر مع صوره اف نشطب حرف الاف وبنكتبها عند كلمه دونت كلوز اوكي وهيك بنكون خلصنا كويستشن نمبر 1 السؤال الاول وقلنا السؤال الثاني واجب عليك أوكي يا حلوين وهيك بنكون خلصنا لدرس أوكي. اليوم وخلصنا من يونت 6 اللي هي جامب أوكي بس. أخذنا فيها موفز حركات وتعلمنا اليوم أهم كلمة إذا أنا بدي أحكي لك ما تعمل هذا الإشي بستخدم كلمة don't إيش بستخدم أي كلمة don't ليان محمد اللي هو أيهم محمد أيهم أيهم أنا اسمي مغير بعرف أيهم أنت أيهم محمد حسني أوكي أيهم عرفت حبيبي ما تقلق أوكي إذن اليوم الكلمة اللي تعلمناها هي كلمة don't شو الكلمة اللي تعلمناها اليوم don't شو معنى كلمة don't شو معنى كلمة don't يعني لا شو معناها لا 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 don't very good very good thank you أنا رح أبعث لكم هلأ إنه عليكم واجب في السؤال الثاني number 2 أوكي ونحكي الحصة الجاية إن شاء الله هلأ قبل ما أروح شو مفروض تحكي للتيتشر Goodbye. بس قبل ما تغادروا Goodbye. تكلين أنا كمان بتحكي thank you. Goodbye. Just wait يا حلوين في حدا بيحكي لازم نسمع الجميع في صوت أمي بتحكي ممكن لا أنا مش سهى أنا مش سهى أحكي لك يعطيك ألف عافية حبيبتي الله يعافيك يا مسهى أصبت أني كنت معاكم يا صف تاني ومع مسلينا
حصتكم ما شاء الله عليها وما شاء الله عليكم كيف كلكم متفاعلين. وشكرا لك يا ست لينا لشرحك الرائع، يعطيكم الف عافيه، انبسطت اني انا معكم اليوم. شكرا لك يا لينا.